السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحبوا بكم دائما في القناة ديالكم، وكنتمناو لكم إن شاء الله تقدموا معنا أوقات طيبة وسعيدة. ومرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش ديروا البان ديال الساندويتش، البان صغير اللي يمكن لكم ديروه في دي بلاستيك وتحتفظوا به في الكونجيلاتور ديالكم، وتخليوه تماك ملي تبغيو تخرجوه وتخليوه يدي كونجلا وتخدموا به ان شاء الله للساندويتش ديالكم اللي كيجيو رائعين. هذه طريقه رائعه ان شاء الله. غادي نشوفوا كيفاش غادي نصوبوا هاد لو بان لي بيتي بان ديالنا، يعني الخبز صغير تقريبا هذا اللي كيعطي نص طياب. اي نقدروا نديروه نص طياب، غادي نحاول نديروه نص طياب. وكاين اللي ما غاديش يديروا نص طياب، كاين اللي كيبغي الخبز يكون طايب مزيان، كاين اللي كياكلوه كوكو كيجي شويه واخا كوك ما النفس ديال الانسان كتمل من شي حاجه كتبان خضراء وكتبان ما طيباش وكتبان. مي غادي نشوفوا الطريقه، وديك الساعه تقدر تخرجوه تكملوا ليه الطياب، وان شاء الله ديروا فيه كاسكوب ديالكم كيجي هائل ورائع وكيجي رطب بزاف، الطريقه ان شاء الله غادي خصنا في المقادير ديالنا. بلاتة شاف نقول لهم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، 2000 لايك خصو يوصل الفيديو هذا الفيديو ان شاء الله. واللي ما مشتركش في القناه يكليك على زر الاشتراك ويفعل الجرس، ونزل الوصف غتلقاو الرابط ديال ماروكو ويب اوارد، المسابقه في الشارك الشاف، وصوتوا عليه. داكشي اللي كاين مهم، التشجيعات ديالكم اللي كنطلبوا من الناس اللي كيستافدوا منا يشجعونا، هذا هو المهم عندنا ان شاء الله. وحنا حتى حنا ما نقصروش من جهتكم، ما نقصروش باش نعطيكم وصفات رائعه، وصفات مفيده جدا ان شاء الله، وصادقه يعني من القلب في التطبيق ديالها، بالمقادير ديالها كتجي رائعه. انا الله هو اللي شهد علينا اننا كنعطيو من قلوبنا، والله تبارك وتعالى هو اللي غادي يجازي كل واحد بما فيه. الحمد لله. على كل حال غادي نشوفوا الفرص ديالنا. فرص ابيض، هاد فرص ابيض، يعني يمكن الانسان الا ما بغاش الفرص ابيض يدير السميده رقيقه، يمكن الانسان يعجن بالفينو، يمكن الانسان يدير يعني اي نوع طحين. نفس الوصفه، نفس المقادير، نفس سميتو، غير الا جاب الله غادي نديرو ديال الزرع. من فضلكم ديال الزرع غادي نديرو هنا 200 غرام، هنا غادي نديرو 200 غرام. الا بغيتو تزيدو ديرو تحيدو الفرص الابيض وديرو ديال الزرع، ديرو 200 غرام. لان علاش؟ الحاجه الخشنه بحال الزرع بحال سميتو كيتبغي شويه ديال لا ماتير غراس، يعني الادام، يعني الزيت او الزبده او سميتو، كتبغي اكثر من هذا الفرص الابيض باش كتجي رطبه وكتجي زوينه ان شاء الله. ودائما باش تجينا الحاجه ديالنا رطبه في هذا الخبز وفي الاشياء الاخرى، يعني دائما العجينه ديالنا ما تكونش قاصحه، يعني باش ما كانت العجينه قاصحه كتجي الحاجه ما كتجيش زوينه ابدا. هنا عندنا واحد نص كيلو ديال القرص، هنا عندنا 150 غرام ديال الزبده، هنا عندنا ملعقه معمرش صغيره، وهنا عندنا واحد 50 غرام ديال السكر. ونقدر الانسان اللي ما كياكلش السكر ينقص يدير غير واحد 20 غرام او ما يديروش كاع، غير الا ما داروش ما غاديش يجيه محمر بزاف، ما كيجيش الحاجه محمره. والسكر الدور ديالو في العجائن انه كيحمر الحاجه، وثانيا انه ايضا كيساعد باش تكون رطبه، هذا ما نساوش، ماشي غير الدور التحميره حتى كيرطب الحاجه. بعدا غادي نلقاو ملي نمشيو للفران الكبار، ملي نشوفوا الخبز ديال زير الزرع، ديال الزرع كيكثروا ليه شويه الثاني السكر، غير غادي تدوق غير بالمذاق ديالو غادي تحس به السكر، لان كيبغيو يبقى لهم رطب. الا جاب الله هنا كان السكر فيه نقص دغيا كيقصح لهم وهما غادي يضيعوا فيه. هذا هو علاش كيديروا هذه العمليه. هنا عندنا الخميره ديالنا، ها هي الخميره ديالنا، عندنا واحد 20 غرام. دائما انا شفت وهذه حقيقه، شفت ان بعض الناس كيديروا 50 غرام في المثال في كيلو ديال الفرص، 50 غرام في كيلو ديال الفرص، وراه كثيره بزاف، راه كثيره بزاف. راه الخبز ديالكم او الحلوه ديالكم او داكشي اللي كديروه غادي تجي فيه ريحه الخميره. راه الخميره باش ما كثرتيها، باش ما كتكون الحاجه يعني فيها رائحه الخميره قويه، كيبقى داك الخبز واحد شويه واحد المده كتخرج منه الخميره بالجهد، يعني بحال غير الا بات كيجي يعني فور في الخميره ديالو. هنا ان شاء الله
هنا الحليب والماء درنا في المثال غادي نديرو 100 غرام 100 غرام ديال الحليب 100 غرام ديال الماء نخلطهم هنا دائما دائما من فضلكم الا شط لكم العجينه هذه راه غير جمعتها غير جمعتها دروك لما كانت منفوخه بزاف يعني خمره هذه كتعطينا شويه ديال المذاق ديال في الخبز ديالنا ما نلحوش بحال هاد العجائن الا شط لينا واحد المرص بحال هكا او شي حاجه نقدروا نديرو في الثلاجه ديالنا ونخلطوه مع الخبز ديالنا وغادي يعطيها داك الكو ديال ديك الخميره كانوا الناس بكري كيخدموا بالخميره البلديه يعني ما كيديروش الخميره بحال هكا يعني العجين كيعجنوا به دائما العجين اللي كيشطوا ليهم هو باش كيعجنوا كيخليوه حتى كيبات واحد النهار ولا يومين كاع كيعطي واحد القوه للفرص ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم هنا غادي نشوفوا الطريقه باش غادي نخدموا هاد يعني الكميرات ديالنا الصغار غادي ناخذوا ان شاء الله الفرص ديالنا غادي نديروه ونديروا السنيده ونديروا الملح ونديروا الزبده ونديروا الزبده هادي وغادي ندير الخميره الان الان لان ملي غادي ندير هادي غادي ندير الخميره الان دائما كتلاحظوا ان في الوصفات ديالي كنخلي هذه الخميره هي الاخيره هنا ما غاديش نخليها الاخيره ملي ندير هذا غادي ندير الخميره ديالي ان شاء الله مباشره يعني كنديروا جميع الحاجات ديالنا وكنسدوا لا ماشين ديالنا ونشعلوها ونضيفوا يعني الحليب والماء ديالنا على حسب الطلب اللي غادي يطلب لينا العجين ديالنا هكا انا غندير واحد الكميه وسطيه بحال هكا ونعجن وهاد هاد الكميرات كيبغيو يتعجنو مزيان كيبغيو نعجنوهم مزيان نعجنوهم مزيان العجينه ديالنا تعجن مزيان باش يجي منفوخ وشاد راسو مزيان ويجي يعني رائع هي معجونه مزيان كنخفيو عليها باش نعرفوا دائما العجينه ديالنا واش يعني معجونه كتكون كتله واحده كتله واحده ما كتلصقش في الكروشي ما كتلصقش في الباسينه هانتوما والعجينه رطبه يعني رطبه هنا ان شاء الله مباشره غادي نقطع منها كريات اللي غادي يكونوا على شكل ساندويتش على شكل يعني ماشي ساندويتش على شكل كميره صغيره يعني ساكلش خلي هذاك المقطع ما تقطعوش ساندويتش يعني ناكلو الساندويتش ونا الكميره ديالي رجعوا لينا الساندويتش الا ما صوبناهم شو عمرناهم ما عمرهم يرجعوا الساندويتش واخا كنديروا جميع الكريات ديالنا كنقادوهم باش ما يكونش فيهم شي بلاصه مفتوحة ويجيو مسدودين مزيان ومقادين مزيان بحال هكا ونستمرو تنكملو كاع هاد العدد اللي عندنا قبل ما نبداو نديرو منو لي باغيت صغار و كنديرو في الطواط ديال باريزيان هاد الطواط راه كيتباعو اللي بغا يشريهم هكا كنعرضو ونضغطوه من الجناب باش يجي بهاد الفورما هانتوما هنا دهنتيه بالزيت ياك بالزيت دائما المول ديالنا ندهنوه بالزيت من الأحسن باش نتفاداو يلصق لينا الخبز ديالنا هكا كنحاولوا نرققوا في الجناب ونحاولوا نخليو الفرق ما بين كميره وكميره حيت غادي يخمر مزيان قبل ما نطرحوه باش نطيبوه دروك بارد الحال نغطيوه بشي حاجه يعني او نديروه في الفران ونشعلوا الفران ديالنا 30 درجه ونخليوه يخمر 30 درجه اللي عنده 50 درجه ما يديرهاش يغطيه بشي فوطه او شي حاجه ولا شي مهم شي حاجه شي زيف وشي حاجه مهم ويسد الكوزينه ديالو باش تكون سخونه شويه الفران ديالي غنخليه هاد الخبز ديالي يعني ونخليه يخمر على خاطرو هكا
دوكا اخي يخمر الفران ديالي كندير فيه 30 درجه ونسد عليه ونخليه يخمر على خاطر. وهذه هي يعني الانسان خصو يعرف كيفاش يخدم وكيفاش يعمل باش يحصل على نتائج دائما جيدين ان شاء الله. دائما الحمد لله كنحاولوا والله هو الشاهد علينا اننا كان كتشوف فيا انت قولها يلا قول والله كنحاولوا الصدق لان مولفين الصدق وكنعلموا اولادنا الصدق وكنحاولوا ان شاء الله الرحمن الرحيم بكل ما اوتينا من القوه اننا نكون صادقين في عملنا. وهذا الشيء علاش الله تبارك وتعالى كيوفقنا في الاعمال ديالنا دائما والحمد لله. مرحبا هادو هما يعني الباكيطات ديالنا الصغار خامرين غادي ان شاء الله ندخلهم للفران بعد ما كنسخنوا الفران لدرجه الحراره 200 درجه وان شاء الله نطيبهم. ندخل الخبز ديالنا للفران ونسدو عليه. درنا في درجه الحراره 200 درجه 200 120 درجه. مرحبا بكم. هذا هو الخبز ديالنا. هذا ما طايبش طيب غير شويه يعني يمكن لينا نديرو في ديساشي ونحافظو به في كونجيلاتور ديالنا وقت ما بغينا كنخرجوه كنعاود نكملو ليه الطياب. هذا طايب يعني شويه ماشي طايب بزاف يعني حتى هو يمكن لينا نديرو ليه بحال هكا يمكن لينا نطيبو قد هكا في الطياب وعاود نزيدو ليه الطياب الا بغينا حنا والاختيار ديالنا يعني كنختاروا الطريقه اللي بغينا من هاد جوج طرق يعني بغينا نخليوه هكا اخضر هكا يعني باقي اخضر غير غادي نخليوه حتى ينشف مزيان حتى يبرد مزيان قبل ما نجمعوه باش ما يعني باش ما يجيناش معجن ان شاء الله. مرحبا بكم. هذه هي جوج طرق اللي يمكن لكم تصوبوا هذا الساندويتش يعني اللي يمكن لكم تخزنوه وتجبدوا وقت ما بغيتوا تصوبوا يعني وقت ما بغيتوا تصوبوا ديك الكاسكروت ديالكم ان شاء الله. تقدروا طيبوهم ديك الساعه ديروهم في خليهم حتى يطلقوا شويه وديروهم في الطاوه ودخلوهم الفران ديالكم باش واني دائما الا بغيتوا تدخلوا الفران المره الثانيه كنسخنوا الفران لدرجه الحراره 220 حتى 200 220 حتى 200 باش غير يدخل ويتحمر شويه ونخرجوا باش يبقى لينا رطب لان الا جاب الله كان الفران ديالنا بارد ودخلنا ليه بحال هذا الخبز راه غادي يقصح لينا الخبز ديالنا وغادي يجينا قصح ومغاديش يجي مازال زوين. لا هو دروكا رطب الى اقصى درجه مي كما كنقول لكم درجه الحراره خصها تكون عاليه اذا الا بغينا ان شاء الله نسخنوه في الفران ديالنا. مرحبا بكم دائما في القناه ديالكم وكنتمناو لكم ان شاء الله تقضيوا معنا اوقات طيبه وسعيده. ومرحبا بالجميع والله يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.